الملك! أرواحنا مظلومين! عاش الملك! عاش الملك! عاش الملك! عاش الملك! الوطن! الملك! أنا مهاجرة عايشة في فرنسا وشريت أنا دار في أتلانتيك بيتش. أعطيت واحد القيمة والشي الآخر درتو كريدي، وإذا بي ما عندي دار ما عندي حتى حاجة، وكنخلص كل شهر عندي طريطة اللي كنخلصها للقرض الفلاحي اللي ضمنات باش خديت أنا الدار. عطاتني واحد القيمة اللي أنا دابا كنخلص الطريطة ليومنا هذا، فكنطلب من السلطات ومن الناس المسؤولين يشوفوا في يعني في هذه المحنة اللي رحنا فيها. حنا عايشين في الخارج، درنا قلنا غنديروا دويره نجيو لها، ولينا كنهزوا السكن ونمشيو نجلسوا عند العائله. يعني لا دار لا نخلص لك الطريطه والعذاب والوقوف في المحاكم، وكل نوبه لاخوان كيكونوا محتاجين الكوتيزاسيون ديال المحامي ديال الكارديان. دابا حنا كنخلصوا العساسه، فهاد الشيء كثير كيسيء للسمعه ديال المغرب بالنسبه للجاليه. كنظن انا بهذا المشكل ديالنا ومشكل ديال بزاف ديال الوداديات، ما نظنش حد باقي عادي كوتيزي وتم جايب الفلوس من فرنسا ولا من اي دوله باش يشري دار هنايا. راه حنا عيينا تعبنا بزاف هاد الشهر ونص اللي كنجيو، راه باش نفوجوا ماشي باش نجيو نوقفوا الشمس تحرقنا قدام المحاكم. كنتمنى من السلطات من الناس الكبار الله يجازيكم بخير، شوفوا فينا واحد العين الرحمه الله يجازيكم بخير. ويا امير المؤمنين مظلومين. الشكايات ديالنا كنشوفوها مازال ما تفعلاتش، وسميتو بالنسبه للحكم اللي صدر اللي هذه تقريبا 3 سنين والمسطره غاديه فيه، مشى نقدوا الابرام ونقدوا الابرام. غريب انه هذه الامور كانت تسرع فيها لا 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 تسرعات زعما بطريقه زعما تعجبنا في الوقت خرج النقد اللي بطل الحكم ولا وقف الحكم. علاش؟ لانه كانت واحد التحرير نتاع الحكم كان فيه شي امور اللي هي زعما عيب وعار تسمع على محكمه السينا في الدار البيضاء يخرجوا بحال هذا الحكم في الطريقه هذه، باش واحد القاضي ما حضرش الجلسات ويمضي حتى هو في الحكم، ولا باش كاتب الضبط ما يمضيش، ولا باش ما يشيرش بان الهيئه الاولى اللي كانت كتناقش تبدلات وان الهيئه الثانيه بدات من جديد، ولا شي امور اخرى اللي هي زعما عيب وعار تمشي. وكان نورمالمون في محكمه النقد كان بامكانهم يراسلوا المحكمه الاستئناف ويصلحوا هذه الامور اللي هي، وان هذا الشيء كاين فيه كيبان لي انا كاين فيه شي امور اللي هي ما فاهمينها شيء. باغيين يربحوا هاد الناس الوقت، علاش؟ باش يبيعوا ربما الممتلكات ديالهم باش يخرجوا. ومساله اخرى اللي هي مهمه بزاف، كاين شكايات اللي مهمه اللي كتبين لنا هاد الفلوس ديالنا فين مشات. للاسف مازال ما بغاتش تفعل من 2019، وكاين دلائل وكاين بزاف الامور اللي هي كتثبت بان كاين جرائم ماليه، وخص الدوله نورمالمون ماشي حنايا، خص الدوله تقوم بالواجب ديالها باش تتبع هاد الفلوس فين مشات. لان كاين تهرب ضرائبي وكاين الناس سرقات اليوم 45 مليار عباد الله، 45 مليار تسرقات. راه خصنا الدوله تساعدنا وجميع السلطات اللي هي كيهمها الامر توقف معنا، ماشي يبقاو غاديين بينا من جلسه لجلسه. هذه دابا 3 سنين تقريبا ومازال ما صدر حتى شي حاجه. الحكم صدر على فعلا على الرئيس ب 10 سنين الحبس، وان حنا في فلوسنا فين مشات؟ حنا عندنا غرض فلوسنا، ما عندناش الغرض بالشيء ديالنا، عندنا الغرض فلوسنا وعندنا ما يفيد فيما يخص هاد الفلوس ديالنا فين مشات. فكنتمناو باش تكون هناك اذان صاغيه ويحسوا بهذا الذنب، ولا هذا الشيء اللي طاحوا فيه هاد الناس 1100 عائله اللي من 2013 ما كيتسناو الديور ديالهم. كاين الناس اللي ما عارف كيدير وصلوا لهاد الفلوس باش يخلصوا هاد الديور هادي، واش مازال لهم الوقت باش يخلصوا ديور اخرى. زعما كيدار ليا بان راه كنناشدوا السلطات المعنيه وكنناشدوا صاحب الجلاله اللي راه فعلا عطى الاوامر ديالو. للاسف مازال الامور ما وصلناش لذاك الشيء اللي بغينا، هو تفعيل الشكايات باش نوصلوا لفلوسنا ونوصلوا لديورنا. شكرا الرحمن الرحيم.